بقى وغطي وش. ها جاهزه؟ يلا اسرفوا النون الاول، اسرفوا النون الاول. راجل لا، انت قلت حكيمه. يلا يا اختي. ايه يا اختي؟ ايه لا بس معلش يا دكتور، اصلها ما بتتكشفش على رجال. حد الله، لو مدت ايدك عليا لازم الراجل يكون موجود. راجلك مين؟ عواد. عواد يا اختي بيروي الخير. عوضي بقى يجي يكشف مره تانيه. بقول لك ايه، معلش يا دكتور استحملها، اصلها اول مره تشوف رجاله. حاضر. على فكره التحاليل بتاعتك كويسه قوي، انت جاهزه للعمليه؟ جاهزه ما شاء الله. انت هتاخد حاجه جاهزه؟ كليتي كانتالوب. بس قبل ما تفتح تسامبي يا دكتور. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هتخشي معاهم عشان يحضروك على بال ما نجهز المريض التاني. ماشي يا دكتور. هاخد 30000 جنيه وعلى كل غرزه 10 جنيه. انا مش عبيط، اصرفوا النور. واعيه ومدقدقه يا دكتور. لا مؤاخذه يا دكتور، بالنسبه يعني لعمولتي. عموله ايه؟ الدكتور ملوش دعوه. اتفضل يا دكتور، اتفضل حضرتك. مش انا قلت لك هظبطك؟ ما انا ما ظبطتش يا اختي لغايه دلوقتي. اصبري هظبطك. اديني مصابره. تعالوا تعالوا في النون لاو. يلا يا شهد اللاو. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ياما تعالي لي ياما، تعالي لي ياما. انا عايزكوا تهدوا وريلاكسوا خالص. دكتور التخدير زمانه جاي وهنبدأ على طول. لا بلاش بلاش بينج، اخبطنا على راسي احسن. حاضر. دكتور التخدير يجي ونخبطك على دماغك. يعني ياما هي الساعة كام؟ محدش حرك مكانه، اقبض على كل الموجودين. اتأخرت ليه؟ انت لازم تقبض عليه متلبس. العميد نور عز الدين، مش انا اللي جاية اتدلى هنا. انت الدكتور محمود عبد الخالق؟ ايه يا فندم. خير؟ معانا امر بالقبض عليك. القبض عليا انا؟ ليه؟ اتفضل معانا وهناك هتعرف كل حاجه. في ايه؟ هو عمل ايه؟ عملت ايه يا محمود؟ ما عملتش حاجه. ايه حصل؟ طب استنى اغير واجي معاك. تيجي معايا فين؟ خش جوه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. عامل ايه؟ عامل ايه؟ الو، الحقيني يا ماما، قبضوا على محمود. محمود بريء يا ماما، محمود لا يمكن يعمل كده. تعمليش في نفسك كده، بكره التحقيق والنيابه تقول اذا كان بريء ولا مش بريء. يعني ايه؟ هو حضرتك شاك في براءه محمود ولا ايه؟ شرف، انا 30 سنه ضابط بوليس ومأمورة سجن النساء، ما قابلتش مجرم إلا ما قال على نفسه بريء. ويا مولاد ناس زي محمود كده تشوفيهم لا يمكن تشك فيهم يطلعوا مجرمين. أنا بريء يا نور، خلي بالك من البنات يا نور. حاضر. معقول يا ماما اللي حضرتك بتقوليه ده؟ معقول انت اللي بتقولي كده؟ انت اكتر واحدة واثقة في اخلاق محمود. يا رب يكذب ذاته، يا رب يا محمود تطلع بريء، يا رب. ما تعمليش في نفسك كده مش عارفة ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا فجأة دي. الله، عندك حق. تجارة أعضاء ايه وبتاع ايه؟ ده محمود ملوش في الصح عشان يبقى له في الغلط. ده ما شربش سجار. لا وايه، طول عمري أقول أصل أنا ربيته زاد عن اللزوم. لا الموضوع فيه شيء غريب مش مفهوم. لكن قوليلي،
ما عرفوش برضو مين اللي بلغ ومين ده اللي كان هيتعمل له نقل كلى؟ المحامين بيقولوا حاجة غريبة جدا، شخصية المبلغ عليها تعتيم فظيع، محدش عارف هو مين، حاجة مش عادية طبعا. والست الفلاحة اللي كانت هتتبرع اختفت فجأة بعد القبض عليهم. طب انتي مش شايفة ان ده شيء غريب شوية؟ اللي هو ايه؟ يعني ان المبلغ ده مستر اكس محدش عارف عنه حاجة، والست الفلاحة دي اختفت فجأة. مش فاهمة قصدك. يعني ده طبعا موضوع مترتب، يعني الست الفلاحة دي اكيد متفقة مع البوليس. افرضي حتى اني عرفت، هيفيدني بايه؟ ازاي بقى يا سعاد؟ لازم تعرفي، لازم تشوفي الدنيا ماشية قدامك ووراك ازاي، لازم تعرفي مين اعدائك، مين بيرتب لك. انت طيبة قوي يا سعاد. لا ساذجة. طول عمري كده. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا احمد، فيك الخير. مش عارفه ليه اول ما بشوفك بفتكر دواء الضغط. والله يا فندم انا جاي اخد بخاطرك واسيكي واقول لك شدي حيلك. ان شاء الله جوز بنت سيادتك ياخد حكم مخفف. مخفف ان شاء الله هياخد حكم مخفف. المشكله يا فندم انه مش هياخد حكم مخفف لان القضيه لابسه لابساه، ده مدير المستشفى. يا اخي تف من بقك بس بعيد عن المكتب عشان انا لسه منظفاه. ليه بتقول كده؟ موقفه كويس جدا. اتمنى. بس اللي انا مستغرب له بقى قوي انك بتبقي دقيقه جدا وانت بتنقي جوز بناتك. فلتت منك دي، جبتي من ده؟ كل واحد معرض لموقف زي ده. عندك انت مثلا، انا حلمت لك حلم ان انت في زنزانه كده وعمال ترسم موتوسيكل على الحيطه والمساجين حواليك وراسهم والف سيف ان انت تركب الموتوسيكل ده. بس ما تقلقش، الموتوسيكل نصره يا واد، نصره. تعرف ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مش كده ولا ايه يا حضره الضابط؟ اه طبعا يا فندم. وعلى فكره حلمك اتحقق، انا جاي اودعك. مع السلامه. مع هتستقيل ولا ايه؟ عموما مفيش احسن من العمل الحر، اشتغل رجل اعمال واهرب. انا اتنقلت المباحث. الف مبروك ما شاء الله. انا طول عمري اقول ان جسمك جسم مباحث. مع السلامه. مع السلامه. كله بتوجيهات سيادتك يا فندم. هو حضرتك شفتي طقم المساجين اللي جالنا النهارده السجن؟ لا لسه ما مرتش، همر بعد ما يخلصوا الاجراءات. ليه؟ فيهم واحده تخصك. واحده تخصني انا؟ مين؟ ايه الاخبار يا متر؟ الحمد لله، اخبار عظيمه. انا خارج مخصوص عشان اطمنك، وكل النيابه اللي جوه ده داهيه. وقع المتهمين في بعض وخلاهم اعترفوا على بعض وقالوا ان الدكتور محمود ملوش اي علاقه بالجرائم دي خالص. بجد؟ يعني محمود هيروح معايا؟ لا لسه مش بالسرعه دي يا مدام سعاد، لسه في اجراءات كتير. وبعدين احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله يعتبر كده القضيه انتهت. الحمد لله، ما انت كريم يا رب. طمنيني يا طنط، ايه الاخبار؟ اخبار عظيمه، القضية يعتبر خلصت خلاص لصالح الدكتور محمود. الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. مش قلت لك يا مام محمود بريء؟ الحمد لله يا حبيبتي، أنا كنت عارفة والله. هي الست الوالدة كان عندها شك إن ابني بريء؟ لا لا يا طنط، بس بس إيه؟ كان نفسها إن ابني يتسجن عشان تخلص منه، مش كده؟ جرى إيه يا سعاد؟ هي براءة ابنك هتخليكي تقولي كلام ملوش معنى ولا إيه؟ لا يا شيخ شرف، اسألي مامتك كده مين اللي بلغ عن محمود عشان يلبسوا القضية دي. هو مين المؤذي ده؟ الله يخرب بيته. يا رب، اهو المؤذي ده الله يخرب بيته، ان شاء الله يبقى امك. ايوه ايوه يا عبد، انا جاية انا جاية يا عبد. ماما ايه الكلام اللي طنط سعاد بتقوله ده؟ ماما يا ماما انت ما بترديش ليه؟ الكلام ده صحيح؟ اه بس يعني اصل أيوة أنا اللي بلغت. سمعتي بودانك؟ يلا حبيبتي خد أمك ووروني جمال خطوتكو، وابني أول إن شاء الله ما يخرج بالسلامة هيبعتلك ورقة طلاقك بالبريد المستعجل. يلا بالسلامة. شرف شرف. طب يا سعادين ما وريتك. اجري اجري يا شرف شرف.
ماتي؟ طب ليه؟ وانا كنت عملت لها ايه؟ ده انا بعمل شرف بما يرضي الله، يبقى ده جزاتي يا امي؟ وقال ايه؟ بتحبيني اكتر واحد في جواز بناتها، هما التانية هتعمل فيهم ايه؟ هتعلقهم من ودانهم؟ معلش يا حبيبي، الحمد لله ان الحقيقة بانت من دلوقتي. انت كان ممكن جدا تخرج من هنا على بيتها، تروح هي ملبساك بلوى تانية، الله اعلم ساعتها بقى نعرف نخرجك منها ولا لا. طب وشرف كانت تعرف حاجة؟ يوه انسى بقى، بلا شرف بالعرف، انسى الاسم ده بالعيلة دي خالص. يا امي بالله عليكي ريحيني، كانت تعرف ولا ما تعرفش؟ ما اعرفش يا محمود، مش عرفنا انا، هي قدامي عملت انها اتفاجئت، ما اعرفش بقى بجد ولا تمثيل يعني. لا شرف عمرها ما تكون عارف حاجة زي كده وتسكت. خلصنا من الموضوع ده يا محمود، ان شاء الله اول حاجة تعملها اول ما تطلع من هنا حبيبي بالسلامة تطلقها ونطلع خالص من العيلة دي. ده احنا من ساعة ما نسبناهم ما شفناش يوم واحد عدل يا اخويا بالعرف. ده انا جوزك ست ستها، ده انا شفت لك حتة عروسة ربنا يجعلها من نصيبك اسمها فرح. حلوة ماما؟ قمر بنت لام يا صاحبتي. شرف لسه زعلانة مني يا شرف؟ سيبيني يا ماما، أنا مش عايزة أتكلم حد، أنا عايزة أبقى لوحدي. طب لو سمحتي اديني فرصة أدافع عن نفسي. تدافع عن نفسك بعد ما دمرتيني وخربتي بيتي؟ أنا أخرب بيتك يا شرف؟ بعد الشر يا بنتي، هو أنا ليا مين غيرك أنت وإخواتك يا حبيبتي؟ اسمعيني يا شرف، أنا أقسمت يمين قدام ربنا وقدام الدولة كلها إن أنا ما فرقش بين قريب وغريب، حتى لو كان جوز بنتي لو عمل أي غلطة لازم ياخد جزاته، ولو بنت من بناتي لا سمح الله عملت جريمة أسلمها بنفسي للنيابة. يا سلام، ولما أمانة سرقت رحتي ليه خرجتيها من الاسم؟ اخرسي، أمانة مريضة مش مجرمة. ومحمود بريء مش مجرم. وخلاص القانون طلعه بريء، وانا واجبي كواحده من الداخليه ان كنت اعمل كده. من غير ما تتاكدي تروحي كده تبلغي عنه؟ انت لو متاكده بينك وبين نفسك انك صح ما كنتيش خبيتي عليا. يا شرف افهمي، كان لازم. انا مش عايزه اسمع حاجه، انا عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا. وانا مش هقدر اشوفك زعلانه. طب اعمل لك ايه؟